انا اللي غلطت. احنا لسه مستمرين معاكم طبعا مع اب مصري اولاده الثلاثه في قطاع غزه، معظمهم مصابين داخل القطاع. انا ما بخافش يابا، والله ما بخاف اروح. تعالوا انتوا وانا اروح في النار، مش هيفرق معايا، اشوفكم بس قدام عيني وانا اروح في النار. بس التشويش، سامعين التشويش؟ الحمد لله انك هنا، الحمد لله. بعد الإيمان من عكس والله ما أحرمكم من أقطع لكم جلد يابا، والله أشوفكم بس. معاكم الله وأنتم ماشيين مع الله يابا، وربنا هينصركم إن شاء الله. ده أكبر واحد، ده أكبر شفناك، ده ابنك المصاب؟ لا، ده عنده أنيميا فول، عنده أنيميا فول، المفروض إن كل ثلاث شهور بتعمل له تيست دم. سامحك يابا، أنا مسامحك من قلبي يابا، مسامحك من قلبي يابا، والله والله أنا بعشقك. أنا بعشقك يا بابا، أنا ما تخلينيش أحس إنك خايف. قوم قوم العب. كيف مالك؟ والله انا مسامحك يابا. مالك عندك 5 سنين؟ سنتين ونص، الشهر الجاي عيد ميلادي. يابا عارف؟ عارف ان ما عندكمش حياة اصلا، ما عندكمش حياة، مش خبز بس. حسبي الله ونعم الوكيل. ان شاء الله هترجعوا. رامي انت كبير يا رامي، خلي بالك من ماما واخواتك، خلي بالك. هتروحوا يابا ان شاء الله، هتروحوا باذن الله. ما تسيبش ماما، ما تخليش حد يقول لك هاخدك لوحدك، محدش هياخدكم مني. والله عارف، العالم كله شايف يا رامي، العالم كله شايف يابا. انت راجل يابا، انت راجل، ما تخافش من حد. والله بنعرف يابا ان ما عندكمش حياه، مش خبز بس، ما عندكمش حياه، ما عندكمش حياه يابا، ما عندكمش حياه، انتوا ما عندكمش حياه خالص. انا مش هسكت يابا، والله والله لو هيموتوني مش هسكت وارجعكم.